مرحب بيكم مشاهدي ومتابعي اليوم السابع والفقره التحليليه لمباراه منتخب مصر ولبنان في الجوله الاولى لبطوله كاس العرب اللي بتستضيفها قطر لغايه 18 ديسمبر. النهارده طبعا الساعه 3 موعدنا مع اول مباراه لمنتخب مصر امام لبنان في الجوله الاولى لبطوله كاس العرب. منذ قليل اعلن كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب عن التشكيل اللي هيبتدي بيه ماتش النهارده، والحقيقه يعني كل يعني زي ما كنا توقعنا ان التشكيل هيبتدي بيه كارلوس كيروش بالقوة الضربة والعناصر الأساسية للمنتخب، وده اللي أعلن عنه منذ قليل كارلوس كيروش. يعني محمد شناوي في حراسة المرمى، وفي الدفاع أكرم توفيق وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح وحمدي فتحي في الوسط وعمرو السولية ومصطفى فتحي ومروان حمدي ومحمد مجدي قفشة ومحمد شريف. يعني لو هنتكلم ان ده 80% من القوام الأساسي للمنتخب اللي بيلعب بيه الفترة الأخيرة، باستثناء يعني لو هنقول الغايبين طبعا اللعيبة المحترفين زي ما عارفين محمد صلاح، محمد النني، مصطفى محمد اللي يعني اللي غايبين عن القائمه دي. يعني طبعا احنا زي ما احنا عارفين ان البطوله مش في الاجنده الدوليه، فبالتالي المحترفين معظم المحترفين في جميع الدول المشاركه في البطوله مش موجودين، واحنا على راسنا طبعا محمد صلاح نجم ليفربول وسابق افضل لاعب في العالم اللي توج بيها منذ ايام قليله. هنتكلم طبعا عن ماتش مصر ولبنان، يعني طبعا التاريخ النهارده المواجهه السبعه للمنتخبين مع بعض. الحقيقه المنتخب المصري بيتفوق يعني باكتساح زي ما بيقولوا، طبعا لعبنا 6 ماتشات قبل كده في 5 فوز لمنتخب مصر، 3 منهم في البطوله العربيه و2 ماتشات وديه، وتعادلنا في ماتش واحد. المنتخب المصري احرز 22 هدف. الحقيقه قبل ماتش لبنان طبعا كان في مؤتمر صحفي لكارلوس كيروش واتكلم فيه يعني في تصريحات مثيره للجدل كده، قال لك انا رايح البطوله بطوله تحضيريه، وده طبعا اثار استياء معظم الموجودين. فمحمد شوقي المدرب معاه في المنتخب يعني ريحه كده، قال لك لا مش بطوله تحضيريه، لا دي بطوله مهمه. فالراجل رجع برده صحح المعلومه، قال لك طبعا انا عارف انها بطوله مهمه بالنسبه لمصر، منتخب مصر لما يبقى موجود في اي بطوله طبعا وبطوله عربيه زي دي لازم يبقى رايح ينافس على اللقب، وده اللي ظاهر او واضح من التشكيل النهارده اللي بدا بيه كارلوس كيروش، ان هو يعني بدا بالعناصر الاساسيه كلها معاه 6 أو 7 لعيبه من العناصر الجديده، ما دفعش ولا لعيب فيهم. يعني على سبيل المثال مثلا كان الناس متوقعه ان هو ممكن يريح محمد الشناوي في حراسه المرمى ويدفع بمحمد صبحي او محمود جاد، لكن طبعا فضل ان هو يدفع بعناصر القوه الضربه كلها على ثم محمد الشناوي، في احمد ياسين، في عمر كمال، في مروان داوود، احمد رفعت، مهند لاشين، محمد عبد المنعم، اسامه فيصل وحسين فيصل، كل دي وجوه جديده كان الناس يعني عندها امل ان هم يبتدوا الماتش او حتى يدفع ب2 أو 3 لعيبه في تشكيل منتخب لبنان، لكن الراجل يعني خلاص واضح من اول ماتش من اول دقيقه ان هو رايح يدور على اللقب، يدور على البطوله. والحقيقه معانا منافس قوي جدا في المجموعه اللي معانا، الجزائر اللي فاز منذ قليل على منتخب السودان ب4 أهداف مقابل لا شيء، ودي رساله قويه جدا ان منتخب الجزائر جاي مركز وجاي عايز يفوز باللقب. شفنا امبارح يعني كذا ماتش تونس وموريتانيا، الحقيقه منتخب تونس من المنتخبات المميزه جدا في البطوله وكسب 5-1. منتخب قطر قدم مباراه كويسه برضو امام منتخب البحرين وفاز بهدف دون رد، منتخب البحرين رغم الخساره برضو بيأدي اداء كويس وماشي بمستوى كويس جدا. فاتوقع ان او كنا متوقعين من امبارح بعد الاداء اللي شفناه امبارح ان البطوله هتكون بطوله صعبه وتكون بطوله يعني مميزه. ان شاء الله يعني نتمنى التوفيق لمنتخب مصر والجميع. لو هنتكلم على التاريخ طبعا منتخب مصر يفوز مش بنتيجه 1-0 او 2-0، لا يفوز بنتيجه كبيره جدا، وده اللي بنامله النهارده ان هو يبعت رساله لمنتخب الجزائر. زي ما انت كسبت 4 احنا ممكن نكسب 4 ممكن نكسب 5، ان شاء الله يعني كارلوس كيروش يعني مع المنتخب يعني ده 5 ماتش ليه، الحقيقه ما خسرش ولا ماتش لغايه دلوقتي، هو تعادل ماتش واحد بس مع انجولا 2-2، وكان الماتش في انجولا ودي في حد ذاتها نتيجه كويسه كانت في التصفيات المؤهله لكاس العالم. نتمنى التوفيق لمنتخب مصر وعنده مهمه صعبه، ضربه البدايه طبعا في اي بطوله بتفرق، وان شاء الله يعني المنتخب بيحقق الفوز النهارده. عنده الماتش الجاي يوم السبت مع منتخب السودان، مصر والسودان في يوم السبت، بعد كده مصر والجزائر في الجوله الثالثه والاخيره، وده هيبقى لقاء نهائي مبكر، لكن ان شاء الله المنتخب يحسم الموضوع النهارده ويفوز على السودان ويتأهل مع منتخب الجزائر ان شاء الله لدور الثمانية. كل التوفيق للمنتخب وان شاء الله يبقى في حاجة مميزة ان شاء الله المنتخب يبتدي بيها النهاردة ويعني عن نفسه ويثبت نفسه زي ما احنا متعودين من المنتخب المصري بإذن الله. بشكركم مشاهدي ومتابعي اليوم السابع، وانتظرونا ان شاء الله بعد المباراة وفقرة تحليلية جديدة عن ماتش مصر ولبنان. شكرا.